ضمن جودة ضمن دورة مهارات الجودة اللي تقدمها حاليا الدكتور محمد العامري في الرياض الآن تمرين وتمرين نموذج مخطط القيمة الذي تلاحظون أمامنا. هذه ورشة عمل فعالة، هناك مجموعة من الأخوات مجموعة من الإخوة لتنفيذ هذا النموذج. تلاحظ هذه مجموعة وهنا مجموعة أخرى أيضا في ورشة عمل فعالة، الكل الآن في حالة عصف ذهني نقاشات وحوارات، وأيضا عندنا مجموعات من الأخوات في 5 مجموعات من الأخوات وهناك نقاشات وحوارات، ويركز الدكتور على التطبيقات العملية للنموذج بشكل فعال حتى نطبق لدينا المهارات أكثر مما يجعل يفرص المهارة أكثر عند المشاركين. يلا بسم الله.